أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. لحظة شوي، شو هاد؟ يعني هاي فينا نسميها لعبة؟ حدا راميها يعني؟ أنت إيش قلت هلا؟ أنت مو عم بتدور علي هلا؟ صح عم بدور عليك، بس أنا ما فتحت مني الحرف وراسها رحت لها طاولة، شلون عرفت أنت؟ لك ليقوم هذا السمع بقصة أم تحسين. يا ربي هاي هي زكي، بدك تعطيني المصاري ولا بروح أقلل أمي على قصة أم تحسين؟ ليقوم عارف إني سقطت بمادة الرياضيات. تسقطي بالرياضيات؟ آخ يا واطي، عن جد أمي هلا بشو كان عم بتفكرش؟ بسيطة، الله بنعرف. وقلك ما عندي نبحت عليه ما جيب سيرة لحدا. والله شكلي مع هذا الجهاز أنا راح أعمل بلاوي بلاوي كتيرة. كنز كنز. يلا عبادة، يلا يا زلمة صار الظهر. عبادة استاذ نستخدم فيه فيك. يلا لا. ولك عبادة ليك ديش عم بحكي معك يا بطيخ. بلا بلا يعني بلا 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 عبادة لا. لا مو حلو. لا لا لا، ألف حمد وشكر لك يا رب، ألف حمد وشكر لك يا رب. طلع حلم بس ليكو الجهاز موجود، الجهاز موجود. يس. ولك أنا بس بدي أفهم، إما بده يفيق هاد ولك صار المغرب إما بده يفيق هذا؟ اصلا كله من دلال امه. بسيطه يا عباده، انا بفرجيك. الله الله، مع هذا الجهاز لسه شغال. انا سمعته ابو ايش بده يحكي، لسه بده يدخل يحكي. يلا خلينا نطلع برا بيدخل علي. مقفول الباب، مين جوا؟ هليكوبتر هليكوبتر، يعني مين راح يكون مثلا؟ انا جوا انا جوا. يلا مجودة خلص لها الطاعة بسرعة. يلا لا ما بدي ما بدي اطلع، انطع راسك بالحيطان لسا دخلت، لسا عم طول اكثر من ساعة. دير بالك لك، شوفوا البرغي. هليكوبتر هليكوبتر، انا لما بأرقن ولادكم بده الدرباي ما بتصدقوني. صوتك معي انا بالبيت على غرفتك ولك بسرعة. بسيطة انا بفرجيكم، بسيطة بسيطة. يوم شبك ايش في خدوج؟ إذا قلت لك سر ما بتقولي لحدا؟ أكيد ما بقول لحدا ولو؟ ليش إيش في؟ أكيد خدوج، أنا أكثر واحد بعرفك. أكيد يو، لك إيش بك أحكي بقى نبقى لهالجوهرة بقى إيش في؟ أنا لقيت جهاز سحري بيعمل المستحيل. أوه ماي جاش، وش تقدر تعمل فيه يعني مثلا؟ كل شي بيخطر على بالك، بيقدر يقرأ أفكار الناس كلها. أيوة 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 أيوة، مشان هيك عرفت إنه أنا سبت برياضيات مو؟ أي نعم، بس هالمرة منصير نستفيد من الجهاز أنا وأنتي، إيش رأيك؟ إيه؟ ليش لا؟ بفكر بالموضوع. لحظة، وين رايحة أنتي؟ وأنت إيش بدك فيني؟ شي حلو والله. الله يستر ما تقول لحدا. لحظة، من الصوت هاد؟ اسمع، الجهاز اللي معك هاد أنا مخترعه، اخترعته قبل 200 سنة وتركته حتى يستفاد اللي بعدي منه، ولحسن حظك وقع بين ايديك. استعمله في امور الخير فقط، لا تستعمله في امور الشر، والا رح يقلب عليك، وساعتها لا تلوم غير نفسك. قولي لك طلع مو بس بيقرا افكار، طلع بحقق لي كل شيء بدي اياه كمان، انا لازم استفيد منه كثير. عبادة عبادة يا زفت، تعال عندي. نعم بابا، ايش بدك؟ احكي لشوف، ايش قصة هذا الجهاز السحري اللي معك؟ اخ يا حقيرة، قلتيرون حبيت. بسيطة انا بفرجيكي. نعم الجهاز السحري موجود، ايش بدكم فيه؟ يعني احكي لنا قصته، ولا هي لعبة من العابك البايخة؟ اول شي انا ما عندي العاب، تاني شي الجهاز السحري هاد ممكن يحقق لي كل شي بدي اياه. كذاب امي لا تصدقي، ما في شي من هالشي. وشلون بقى؟ هات لشوف. طيب هلا رح اسود لكم. امي بابوجك وين حاطتيه؟ ليكو على خصري. ممتاز. لحظة وهلا طلعي لي بلا، اكيد المحل وين رح يختفي يعني. يخرب بيتك، وين راح البابوج؟ وخفت بابوج من مخه لك. عبادة معك 3 ثواني ترجعه ولا؟ خلاص خلاص خلاص، شبكه شبكه اللحظة ها. طلعي هلا. رجع حبيبي. قولي الله يخرب بيته، هاد الواحد صار يخاف منه. قولي طبعا بدك تخاف مني ولو.
اسمعني اخ يا حقير. طيب فلنفترض انك صادق، فيك تثبت لي هلا هذا الجهاز اللي معك بيقدر هلا يجيب جدي لهون بهالوقت هاد؟ مستحيل. ايش عم تحكي انتي؟ انتو بدكم اياه يجي هلا؟ مستحيل تقدر تعملها، مستحيل. هلا نشوف. انا بتجيبني لهون؟ يخرب بيتكم. يعني هلا انا بفهم منك انه انت بتقدر تقرا الافكار كلياتهم؟ طبعا جدو، هذا الجهاز خيالي. قولك على مين بدك تضحك انت؟ هذا اكيد شكله ينهبل يا اما بضحك على اهله اكيد. اي لا لا، لا انهبلت ولا بضحك على اهلي. يخرب بيتك، عرفت معناها حكي صح، بيقرا الافكار. يخرب بيتك من ولك. اللي عندك طلب، اللي عندك طلب شو هو؟ طب جدو، طب طب بدي اياك ترجعني شي 30 سنه لورا، وقت اللي كنت شاب. كان في وحده عندنا بالحاره حلوه، انو يا يوم على الله بتجنن ضرب صاروخ، كنت بدي اتجوزها. وليش ما تجوزتها؟ لانه انضربت على قلبي وتجوزتها لنانتك. اي ليش لا؟ خليني اول شيء ادق اتصل بنانتي اسال ايش رايها بالموضوع. شو؟ لا لا خلاص خلاص، انسى انسى انسى، خلاص انسى. ليش انسى؟ طول بالك ولو؟ لك خلاص انسى انسى النرخ، انسى خلاص، مصير طول بالك. بسوك خد هدول خبيهم لك. ايوه شو هدول؟ ولك هدول خرجية لك تبعزق فيهم، يا اخي اعتبرهم عربون محبة بيني وبينك. اذا هيك معلش، المهم ما يكون رشوة. لا 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 لا، انا رشوة ما رشوة. وطي صوتك تسمعنا امك. ليش؟ خايف من امي؟ انا بدي اخاف من امك، بس هي لا بتحبني ولا انا بحبها. ولك لا بالعكس، هي امي كتير بتحبك، حتى لو كنت مالك موجود بتقلناش اب حب والدتكم. حتى امي هلا كانت عم تساوي شاي رح تجيب لنا اياهم. بس هيك انت سماعات شكهم بادنيك، واسمع بس تدخل لما بتحكي جواتها شو اب بتحبك. بسوك اسمع بادنيك انت. تفضل عمي. يسلموا ايديك يا ام عبده، تعبتي حالك. قولك انا كان ناقصني انت بس ختيار خرفان. ايه ما بدك تنفخه ونخلص منك بقى؟ لا ببرك وبتشرط، بدي شاي وبدي قهوه كمان. يون عين تطرقك، لا بتنهضم ولا بتنطق، على وقت تنفخها باسرع وقت. يلا ابقى ضيف جدك عبده. سمعت بدناش اب بتحبك؟ سمعت سمعت كمان سمعت. بس صحيح هذا الزر مشان شو مالت لي؟ لك لا تستوي ايش كبست عبده، لحق برا بسرعه. ولك مين عمل فيكم هيك؟ اوف الجهاز الجهاز.